أيقونة الشاشة المغربية. خديجة أسد. لالا خديجة مرحبا بك. طيب بارك فيك رشيد. أول عمل كان هي وهو. هذيك أول كونترا غتسينيو 300 درهم أنا وعزيز فيها النشاط والتصفاق. فعلا هذا هو الحب ديال الميدان وهذه التضحية. وملي كندخل كنحصل ما عندك ما عرفتش متى نخرج. لا فاطمة وعلى ربي غيرك ديما. ندير لك واحد التحدي. قول لي أنا معاك. وكانت عندنا الفيديو تيك ديال لالا فاطمة. جبدنا هذا من القاعة الخابية. تما إلا دقيتي عليه في العشرة الليل أنت وزهر. راه السوبا ديالي ما كتعجبش الدار. المهم تبقاي هزة لي راسي الفوق. قلت لك راه غنبكي. الله يرحمه. إلا عطيتي الحب كيرجع لك الحب. المهم الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع. كنا كندوزو أوقات سعيدة أوقات جميلة. عندي وليدات كتار في المغرب. كاين اللي كيقول لالا فاطمة كاين اللي كيقول لالا خديجة. هذه مازال حنا أصدقاء عمرنا ما بحثنا على الشهرة. وأتمنى لو أنساك وأنساك.